بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وحنك سوق عدنا درسينا موضوع ليرادو إن ملونا أكسن إلهي لقوم عليه سبحانه وتعالى حسن الظن بالله معناها كلمة حسن الظن ليرادو وحوية إن الوحونا أكسن إلهي سبحانه وتعالى كفلت إن حديث حجر رسول كلك سورين يقوليه حسن الظن ملح ونكسن إلهي لغم لي ومن حسن العبادة عبادة ونكسن بكم التحي إن وحاك لو نجرت حديث كلا وإسنا أبو هريرة سورين يقولي أن من أحسن الظن بالله قفكي الله كم لي من ونكسن آتاه الله إياه ملح سونكسن وحقيقيا وأوسيا حديث كله معروفة وذكرني سامبا تشيرو أوراني أنا عند ظني عبدي بي أنو حان هاي أونشوغا دونك كتشوغا ماليهي سماشا وإيكتشوغ أما نفتي سو أي كتشوغ هدوم ملوان أكسن إلهي كم ملاي إلهي نواء حقي تشيريا ملاحاس ونكسن إن ملاحا للربوه إن أد إلهي سبحانه وتعالى كم ملوان أجسه أو أد ملوان أكسن كو مارتي ملايسه يا وحيته إن قفكم مركو لمن يهرنتي وآدي آد يعني نيديسو آد أسرريسو ماليهيسو يرجليسو آد أوهند هاي حديث باتشير أوراني لا يموتن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله عز وجل متكين يوسن لمن إلا هدو لمن يو إلهي هكم ليو مال ونكسن وعد لسعوتان شاكذي سدح ذي صحابي دقالكي تبوك كباقضي أو شيكادو ذو اللغوصو معركتي شيغي سورة البراء مركي نمان كاسو أي معركتي دادكي أصحابة دادت مرافقين مأيان أحين لكن دقالكوي كباقضين دقال كاسو نوحوها كولايل بدن باتشري لكن مركي الدنب ويقرتين قالت كوذي رسول كنوحو الربعين وعشر وردقو مركي الدنب مركي براء ذو ذي سودكتو إلهي سكو تلمامي أرين كاسو حوليين وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه مركز دنبي وحي ملايين ملك لألو عرر أن إلهي أحين إنين جرين مركز حق إلهي مارت الله بتين مالها سواناك سن إلهي وقاذي حدو تن إلهي توبضوض واتو كأقبلي وحاكلو هذا نجر حديث إذن السيدة سوكالو أقول حبادنا أورانيا من نزلت به فاقة قفكي لي بأي كل هذا فأنزلها بالناس ومركز لبتاز ضدك أولته لم تسد فاقته فاقديسي باهديسي لما عقبته لكن ومن نزلت به فاق لكن قفكي لي بكل هذا وهدنا إلهي أكتي سجية وإلهي أولك أحقيسة فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل إلهي وحيو دو ذا مركز إنو رزق دو أما مدن بأسي سببتها إلهي بكو كالسونا إن وحمحاك وحمباري قفك إنو مارتي ملا وناكسن كو ملايا ألا آيادة بدن القرآن وكتير أياك وحمباري أي كمتها إلهي مركولي هاي إلهي وحوها وكان بالمؤمنين رحيما مؤمنين تا إلهي وحوها من آديا وقلنا حريستا وحاك لو هدنا حديث بخاري قالوا سوريه إنو يري قال أن محو هايته إلهي سبحانه وتعالى حديث قدسي إن رحمتي غلبت غضبي نحريستي إذا أياك أتكاتي عرضي ذي إن مركا إلهي سبحانه وتعالى وقال متصف بالرحمة حسن الظن بالله وحويا قف كرنتي وحو آدي أفهمي مركو أسماء الله الحسنى سفي عن أفهم وإلهي أود ديس إيه النحريس ديس إيه حكمت ديس إيه الدرقات كيس وسفي عن أفهم شاكدي واد لسعتان رسولك يا أصحابتي سوء بيري كسو الله بتميل دقالة وميل معسكرة كام دقينهين أيها قبر وحاجرت المهي ذي كله مين المهي بي مركرة ذريسة داد كورتيس الساس وعرريسة ميذيك بيذي مركي الدنب أيها المهي هليسة مركز إلمي إنت سواقا بطو بيلونو كانيسا وإنت كترتريسا أصحابتي رسولكي بأوهد جيدا مركز دادكي ودن بانتين ليابين ورسولك مركو أركين أصحابتو ليابين تايوحي قابل داس من لقيا با
inay ilmahaas dab ku tuurto. Markaas waxay dhihin, yaa rasuulullah, sidaa bay dab ugu tuurtaa? Waaba u jeednaa sida ilmaheeda cumaarad ugu faraxsan tahay oo ay u jeceshahay. Markaasuu rasuulku wuxuu yidhi, lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha, ilaahay baa uga naxariis badan addoomihiisa oo uga naxariis badan gabadhaas ilmaheeda siday ugu naxariisanayso. Waxaana kaloo lasoo wariyaa Sufyaan Thawri oo ahaa nin maaragtay ahlucilmi ah oo dadkii hore ay salafiyiinta ahaa, wuxuu yidhi waxaa ma jeclaadeen maanta xisaabteeda in loo dhiibo ilaa waalidka in loo dhiibo, sababta waxaan ka jeclahay oo iga khayr badan rabbiga in loo dhiibo xisaabteeda aniga, sababtoo ah ilaahay buu ku malaynayaa naxariis aad iyo aad u tiro badan. Arrin baa jira oo loo baahan yahay laakiin inuu qofku runtii ka feejignaado oo ah maxaa u dhexeeya inuu qofka mala wanaagsan la yimaado iyo laakiin inuu quruur iyo isla weyni la yimaado. Waxaa u dhexeeya qofka markii xusni dhanni uu la imaanayo, waxaa la rabaa inay la socoto inuu qofkii la yimaado acmaal saalixaada. Waa xusni dhanniga ilaahay qofka ka ajarsiinayo. Haddii uu laakiin xusni dhanni uu yiraahdo aniga ilaahay baan, ilaahay waan ogahay inuu naxariis badan yahay, ama ilaahay muxuu ahayd waa jecel yahay, laakiin haddana uusan qofkii la imaanaynin wax cibaado ah iyo wax dadaala midna uusan la imaanaynin, qofkaasi waa runtii wuxuu noqonayaa qof yacni naftiisa been u sheegay. Ilaahay subxaanahu watacaala saa ula socotaan dadka ugu imtixaana. Imtixaanka uu ilaahay subxaanahu watacaala dadka imtixaanayana ma aha mid dadka naar ku ridaya, laakiin waa mid lagu kala garanayo, liyamiiza allahu alkhabiisa min atayib. Waxaa kaloo jirta aayaddii suuratul acraaf ku jirtay, afa aminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun. Makra allahi waxaa lagu tilmaamaa ilaahay subxaana watacaala imtixaankiisa marar qaarkood waxaa ka mid, adiga oo maanta runtii aadan cibaado fiican la imaanayn, waa waxaa laga yaabaa in adduunka dhanba lagu furfuraba oo maaragtay wixii risiqii lagu fududeeyay. Markaas uu qofkii isu maleeyo inuu sax ku taagan yahay, sababtoo ah waa kaasayo abwaab alkhayr oo dhan baa la wada furay. Taasi waa runtii yacni waxay ka mid tahay xaaladaha goonida ay qofku ku kala sugnaan karo. Qofka wax fahmay waxaa la rabaa waxaa kale inuu fahmo inay tahay yacni istidraaj ama meel oo imtixaan xag alle ka imanaya, waa inuu isgartaa oo ilaahay usoo laabtaa subxaanahu watacaala. Suuratul mu'miniin waxaa ku jirta aayad cajiiba qurux miirana oo uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala, waladiina yu'tuuna maa aatow, kuwii bixinaya wixii la siiyey, wa quluubuhum quluubtooduna wajilatun, ay cabsanayso ay ka cabsanayso, annahum ilaa rabbihim raajicuun, in ay rabbigoodii u laabanayaan. Markaas caaisha ummulmu'miniin oo rasuulka markaa la ag joogta waxay tiri, yaa rasuulallah, dadkaas la sheegayo ma dad khamri cabaybaa? Mise waa muxuu ahaa dad oo zino iyo dembiyaal waaweyn ku dhacaybaa? Maya binti Sadiiq, ma aha saas, waa kuwa intay sadaqooyinka la baxa oo iyagu maaragtay saadiqiina oo ilaahay maaragtay dartiisa ikhlaasnimo xoogle ay ka muuqato, haddana ka cabsanaya in uu hadhowta waxoodii mathalan la aqbali waayo, oo mar walba ka cabsanaya markii yacni aakhira loo laabto sidee buu xaalku noqon doonaa. Tayib, waxaanu kaloo soo sheegnay xusnu dhan waxaa la rabaa inay la socoto ka fogaansho laga fogaanayo dembiyaasha in lagu dhaco, iyo qofkii oo runtii ixsaan badan la yimaada. Bari waxaa jirta nin saxaabi oo isagoo dhimanaya rasuulku soo ziyaartay oo yiri rasuulka, ka waran, maxaad arkaysaa, maxaad dareemaysaa? Markaas wuxuu yidhi, yaa rasuulallah, waxaan dareemayaa cabsi badanna waan dareemayaa, rajo weynna ilaahay waa kaleeyahay. Markaas wuxuu yidhi, bishaareyso, ma jirto qof ay labadaas isugu timaado ilaa qofkaasi wixii uu rajaynayeen ilaahay waa siiya, wixii uu ka cabsanayeyna waa uu maaragtay ilaahay ka badbaadiyaa. Waxaa kaloo runtii aayadaha iyo qur-aanka oo kusoo arooray waxaa ka mida markuu ilaahay ka hadlayo dadka xunxun oo ilaahay ku malaynaya malaha xun, adhaaniina billaahi dhanna sow, kuwa ku malaynaya ilaahay malaha xun, calayhim daa'iratu sow, kuwaasina waxaa dushooda ahaatay hadaag iyo cadaab baa korkooda ahaaday. Aayad kale jirta oo oranaysa
يظنون بالله غير الحق وحن حق هين بإلهي سبحانه وتعالى كل ملايين تاسنا وحيت ظن الجاهلية ضدك أن فهم سنين ما له ذي لكن من السحظة أول الرب إنه قفك وحكم لا يعيا وحيت هاي من دان أرنيسة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون قال ميست صبرك يا الصلاة وأنا أكو أنت إلا كو خاشعين تأموية كو سوا كوي كم لين إن إلهي سبحانه وتعالى لك الميان وحدنا وأنهم إليه راجعون إن إلهي الله بنيان وحاي لم يتاسيدي لتكون ولاكسن مركي هدو تكتب كتب هذا اللقسي جعان تميرين أو أنت فرحان واتي أتكو أرتين آيات القرآن كورنيا إنه دتك سيدو يعني كل سوعة رولية ها أم قرأ كتابية أرك أو أخرية كتابك وقفك ما تقول ليست وكبت بعدي وحولي إني ظننت أني ملاق حسابي وحان أنو مليني وأن مروا بمسكحة كوهي أدونك مركان جوغي إن أن إلهي إن حساب دوني يوم القيام حد النون لهي أنك حد مركان نون لهي نوحا أباهن هاي إن أن مروا بمسكحة إسئلة لنا أفكارنا عربكنا شقوينكنا دتك الله دير قرينينا دتك قرينا نقول النون قرابة ذا يعني إس حسابي هدلو توحا جردون تمالين لس حسابنا وقف والبقف كالا حقيسة لو سوعدنا سوت وامحي إلهي سبحانه وتعالى وعادلة وحاكمة وحسابية أيام ماركت اللي هرتق يا قف البنا بوغيسي عمل بوغيسي أفعاش وحي وقبن جيرو دنبا اللي هركيني داتك مركاسي وحول بوي قرني وحي ليه مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وحي ليه وامح كتابك كان أهو حبكتين ير يوين إلا وحا ماشي بيكو قرين مركاس إلهي وحولي وحي أركيا وحلال وحي أدونك كسو سميين وحرطو إيال ما نكاسو كلمركا حالا إسو دياري at the same time وحان كوجدنا مالمي وقدم بي رمضانك وحلو باهي إنا انت مرضا لحذكو حيرنو لدى دالو حدنا ماركت إلهي ملواناكسن كون ملاينو سيئو إلهي إن شاء الله نوغو حقيجي وحان ربعنا كسو قبقبي إن لبا مثال وآه من رسولك صلى الله عليه وسلم من النبي الله موسى عليه السلام من واتي رسولك واتي مركي مكة كسو بحيين صلى الله عليه وسلم إساقي أبو بكر مركي أي كغلونتان إن قدكي أي غار حراء كلونتان وأي قريش تمادو إن تسو إستاقان واتي سيردو إن سيدنا أبو بكر كلها يا رسول الله نتكان هده هستو دلوغو هدا فيريان وين أركي كريا مركاسا يعني رسولك وحول بوسمي جدك ماركتي مركوسو بحيي وحدد بوسو كريستي جدك التوسة وقت مال لغا أركي بوسو ماري يعني وح الله إساقو النبي أي وحو سمي وح الله لوحو نفتي سو كبت بعدين كراي وصفر كاس صفر كيساس وقلنا جيحي كراي مركي وحول بوسمي وسمين كري وسمي أي ماشا سوغلين مركاس كدباتولي هذا الكيسي معروف كها إن أبو بكر محيكولاته لا بقفه دو إلهي صدحي لا بقفه أو إلهي صدحي محيكولاته طبعا يعني إزدجوي إلهي حفظك إسان كجرنا تاسوا مثالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدك لنا وحوي نبي الله موسى مركي قوم كيسي أي كسو عارين الفرعون ولا سوء عير سدين وإساقو داتكي هو قامنا قوم كيسي دانسو بحي أيا وحي كوي ماذن بدي هاد الدومن لو ما هيستو مراكيب لو ما هيستو عيدن كي فرعون نقذال بو ماركتي كماركتي سو سو دا مركي دفكي مركي عركين حالاتو سيداي تهي وحي واحد بي سيداني واحد لكارين وآه موسو وانو لسو قاربي إنا لمدركون وانو لسو قاربي مركو حالي لاد نبي الله موسى حضركو كو جواب هذا الأذك بوها وحي قال كلا كلا واجد ما أذقوه إن معي ربي سيهدين وحانيك إلتشير ربي إساقانا إيه قاعد قريني يحنونيني
culimmadu markaa markay fasirayaan waxay yidhaahdaan nabiyullaahi muuse muxuu oran waaya ina macanaa rabbii sayahdiina, annaga waxaa maceenna rabbigeenu nabada hanuuninaya. Culimmadu markaa waxay yidhaahdaan arrinkaas wuxuu ahaa arrin aad iyo aad ugu adag dadka. Marka nabiyullaahi muusena dadkan oo dad wada iimaanka ku cusub bay ahaayeen, dadkan iimaankooda kuma uusan kalsoonaan karaynin. Waxa kaliya uu ku kalsoonaan karay waxay ahayd isaga iimaankiisa. Taasu marka kaarkaasu marka lasoo baxa aniga rabbigay baan ila jira. Ilaahay markuu arkay in nabiyullaahi muuse uusan midig iyo bidix ula laxanayn oo aadka iyo aadka ugu kalsoon yahay, ilaahay intaasu addoonka ka rabaa markuu arkay inuu addoonkiisa ugu kalsoon yahay, ilaahay diyaar wuxuu u yahay wixii addoonka lagu yaqiina in xataa uu maxay u joojiyo addoonkaas mukhliskaa dartiis. Waatan marka la leeyahay ushaada badda ku dhufo oo ay ushii hadhowda baddii ay kala yani u kala maxay baxayso oo hadhowta wadda uga furmayso, yani taasina waxay tilmaamaysaa yani daliil ku kalsoonida Alla subxaanahu watacaala, aaminaanta Alla subxaanahu watacaala. Haddaad aaminto ilaahay qawaaniintii adduunka lagu yaqaanay waa uu kuu joojinayaa. Waa xusnu dhanna billaah. Taasi marka waxay ahayd taasina nabiyullaahi muuse mithaal oo runtii aad iyo aad u qurux miirana. Waxay kaloo kuu tilmaamaysaa ambiyada in aad iyo aad loo imtixaami jiray, oo yacni waxaa la yidhaahdaa qofka imtixaankiisu wuxuu ku xiran yahay iimaankiisa intuu la eg yahay. Ambiyada imtixaamaadkoodana waxaa ka mid ah arrimahaasoo miiran oo runtii qofka gilgilin karta ama qalbigiisa yacni gilgil u keeni kareysa ama uu markaas yani runtii zaczac ama waxa lagu tilmaamo xasilooni la-aan keeni kareysa. Insha allah intaanan kusoo gabagabaysanaynaa risaalada xusnu dhanna billaah, maadaama bishaan maalmahan layahay bil la cibaadaysto, waxaan ka rabaa inaan runtii cibaadada la nimaadno, xumaatada iska reebno, toobad la nimaadno, ilaahayna mala wanaagsan ku malayno insha allah. intaasan kusoo gabagabaynaya. Wajazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullah.